إنجاز عظيم جدا جدا، حلم بدأ في 2018 ما كانش حد أبدا ممكن يتخيل إن مصر بعد ما كانت بتصنف من أكبر الدول في عدد الإصابات بفيروس سي وبالتالي بالتهابات الكبدية، وكانت بتوصف إن هي كبد كبير، إنها بعد سنوات قليلة جدا بعد ما تقدر تفحص أكتر من 70 مليون مصري، من بينهم 4.5 مليون مصري عندهم حالات مزمنة من الفيروسات الكبدية زي فيروس سي وغيرها وتلقوا العلاج، في إطار 70 مليون مصري اللي تم فحصهم تقدر النهاردة الدولة المصرية يوم 9 أكتوبر 2023 إنها تتسلم الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية في إن هي الدولة الرائدة أو الدولة الأولى اللي بتصبح خالية من فيروس سي. إنجاز عظيم جدا جدا ويوم يسجل في التاريخ بالنسبة لنا كمصريين. برحب بالأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا. الحقيقة ألف مبروك للقيادة السياسية، ألف مبروك لحضرتك، للمنظومة الصحية، لينا كمصريين على تحقيق الهدف العظيم ده. شوف يا فندم، هذا كان حلم، وإحنا لما نوصل إلى نجاح أو شهادة بالنجاح، طبعا سيادتك اي نجاح لابد من وراءه عمل مضني اكيد وطويل، ويمكن التاريخ شرح كل الخطوات، والسيد الرئيس النهارده شرحه بنفسه لمدير المنظمه، وهذه حقيقه حقيقي. فيروس سي والفيروسات الكبديه كانت بتشكل مشكله كبيره جدا لمصر، وكان قبلها مرض البلهارسيا اللي كان من ضمن اسباب انتشار فيروس سي عن طريق الحقن بتاع الترطير المقيء اللي كان بيستخدم في العلاج. انما النجاح بيتمثل، يعني طبعا هو لما تم اكتشاف دواء وتم تصنيعه في مصر، وطبعا باسعار، طبعا كل العيانين خدوا العلاج مجانا، لكن لما قدرنا نوصل ان احنا نجيب الدواء ونصنعه في مصر باسعار مختلفه تماما ونقدر نعالج الناس، هذه منظومه وراها نجاح وراها دعم. وكل امانه يا استاذ عمرو، يعني من كان وراء هذا هو سياده الرئيس حقيقي يا فندم، لان المشكله دي كانت مشكله مزمنه لعقود طويله جدا، ومفيش ما كانش في قرار لمواجهتها. لا ابدا، هو ما كانش في دواء، لكن النهارده لما وصل الدواء بقى موجود، وسياده الرئيس، ما انت ممكن سيادتك يبقى الدواء موجود ونقول للعيانين اللي عنده التهاب كبدي يجينا مثلا، في ناس ماشيه معاهم عندهم ومش عارفين، صح، لكن لما تفحص ملايين الناس وانت تبحث عن الفيروس وما تلاقيه تعالجه وتتابعه وتشوف تاثير الدواء وهل العيان تم شفائه ولا لا، وهل في انتكاسه ولا لا، ولو في انتكاسه تعالجها، هي دي العمل المضي. هل تعلم سيادتك ان سياده الرئيس كان بيتابع اسبوعيا عدد الحالات اللي تم اكتشافها وعدد الحالات اللي تم علاجها، ولحد النهارده فعلا متابعه لهذه المنظومه، متابعه اسبوعيا، كم واحد بيتكشف عليه، كم واحد لسه عيان، كم واحد خف، كم واحد طلع سلبي، كم واحد اتعالج وحصل انتكاس، كل دي نقاط بتبحث وترصد اسبوعيا. والسيد الرئيس بيتابع هذا بنفسه. وطبعا كويس. المبادرات الرئيسيه الرائعه انك تعمل 100 مليون صحه وتكشف على الناس، مش بس على التهابات الكبديه، يا ترى في امراض مزمنه زي الضغط والسكر، يا ترى في ورم والعين مش عارف، مظبوط، مبادره الاورام، يا ترى على صمامات القلب، كل دي الحقيقه انجاز حقيقي غير مسبوق في منظومه الصحه المصريه. الحقيقه انا كنت النهارده بحضر افتتاح الدوره ال70 لمنظمه الصحه العالميه على المكتب الاقليمي لكل الدول في المنطقه، والدكتور تادروس اللي هو مدير عام المنظمه، ايوه، كل الكلام ده قاله في كلمته. قالوا ان السيد الرئيس متابع، وسيادته قابله النهارده وقال له هذا الكلام وشرح له المنظومه المصريه اللي كانت مستمره وما زالت. وده مهم يا فندم حتى لا يرتد المرض مره اخرى. لا، ما هو سيادتك احنا وصلنا للمرحله الذهبيه اللي هي اعلى مرتبه من مكافحه المرض. تمام. وما زلنا مستمرين في اكتشاف اي حالات وعلاجها واي انتكاسات وعلاجها، وهذه منظومه مستمره ضمن المبادرات الرئيسيه.
عظيم، حتى مع يعني عشان ما يكونش في اي ارتداد او ارتفاع اعداد مره تانية، يبقى اولا بالظبط. باول مصر خاليه دايما من فيروس سي، وبالتالي التهابات الكبديه زي ما الحمد لله اتعمل في شلل الاطفال وغيره يعني من الامور. بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحه الاسبق ومستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه.